لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير، وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق، وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ولكن لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية، دعوني اليوم غير الأسلوب فلا أتحدث لا عن وقت ولا عن شكل ولا عن مكان ولا عن زمان، اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون. هذا حساب سيأتي، طبيعته، حجمه، كيف، أين، هذا بالتأكيد ما سنحتفظ به لأنفسنا وفي أضيق دائرة حتى في أنفسنا. وأنا أقول لنتنياهو ولجالنت ولجيش العدو ولكيان العدو، لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال، السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة. هذا الأحمق قائد المنطقة الشمالية عم يقترح أنه بده يعمل حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية. هذا الحزام الأمني سيتحول إلى وحل وإلى فخ وإلى كمين وإلى هاوية وإلى جهنم.